على هذا النحو تبدو مأرب في الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر. استعدت لإحياء المناسبة إذ بلغت ذروتها بمواكبة الحدث بفعاليات وندوات وعروض كرنفالية تشهدها المدينة التي نجحت على ما يبدو في تصدير نفسها بأكثر من صورة في مناسبات وحياة اليمنيين، ابتداء من استيعابها للنازحين مرورا بتحويلها إلى مدينة للمقاومة وصولا إلى كونها أصبحت الأنسب للإقامة والعمل. وبالنظر إلى هذه المحطات في تاريخ مأرب يتضح أن ما تعيشه اليوم من إنجازات متواصلة ما هو إلا نتاج لرفضها سيطرة الإنقلابيين الرجعيين الجدد المتمثلة بالحوثيين. يقول الناس هنا إن ما تعيشه اليمن من قهر وحرب وشتات كان أبرز ما عرف عما قبل ثورة 26 من سبتمبر، ولم يعد مجرد ذكرى فحسب، فانقلاب الحوثيين جعلته واقعا معاشا وبشكل مضاعف، غير أن ما تصدره مأرب من صور للمقاومة والتنمية والاستقرار بعد نجاحها بكسر هذا الانقلاب. حتى مساءات المدينة لا تختلف كثيرا عن نهارها في ذكرى الثورة السبتمبرية، فهنا توقد الشعلة في ساحة العروض بمركز المحافظة وسط المدينة وبحضور وزير الدفاع ومحافظ مأرب وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والأمنية والعسكرية، حيث جرى احتفال إيكاد الشعلة مصحوبة بعروض كشفية وشبابية في لوحات إبداعية معبرة عن أهداف الثورة وعظمة المناسبة، إضافة إلى الرقص الشعبي المتنوع في محاولة لاستعراض عراقة الفلكلور اليمني الأصيل. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.